وفرصة للنمور، خطيرة، الله، يتقدم الاتحاد بهدف جميل عن طريق أحمد جشك. اللمسة جميلة جميلة في مرمى العميد، جميلة، وصلت إلى مرمى عبد الله التميمي، وبالتالي أحمد جشك يضع السعادة والابتسامة الأولى للنمور. للنمور الضيف هو من يتقدم. هذه العرضية روبرت زولد اللاعب النمساوي قدمها جميلة. الخروج يا عبد الله التميمي حارس النصر، الخروج لم يكن موفقا، الكرة طالت منه لكنها أتت على القدم التي يفضلها أحمد جشك في المكان اللي واقف فيه أحمد. لمسها لمسة حلوة وداها في المكان اللي يفرح فيه الاتحاديون، نعم، ويبتسم فيه القميص الأصفر. النمور تبتسم أولا عزيزي المشاهد والمتابع بهذا الهدف. طابت نتيجة إيجابية لو حدث في مثل هكذا أوقات. العميد يخطف التعادل في اللحظة القاتلة. علي أحمد في اللحظة التي كان فيها الكل يناظر ساعة حكم المباراة، إذ بالعميد يخبئ حكاية. علي أحمد لمسة معلم، حركت الشباك الاتحادية، أصبحت 1-1. هنا بدأت جوزي ولمسة عبد الله ناصر وعرضية 100-100 يا علي أحمد، 100-100. المتابعة الجميلة، القدم اليسرى، ركنة الكرة في المكان الصح، صعبة على عيسى أحمد، صعبة. تعادل العميد في الوقت القاتل، في الوقت القاتل التعادل.